بند تغييرات كابتن موسيماني، الجمله دي اتكررت الفتره اللي فاتت اكتر من مره بعد اكتر من لقاء، وكلها دايما بتكون مصحوبه بشيء من علامات التعجب او الاندهاش. صحيح. ده مش موضوع يعني يستحق التامل من وجهه نظرك؟ هو كلام حضرتك مظبوط جدا، لكن طبعا احنا يعني ايه، احنا بنتفرج من بره، لكن هو اللي معاشر اللعيبه، هو اللي بيحضر معاهم التمرين، هو اللي شايفهم كويس جدا، فبالتالي هو بيعمل من وجهه نظره. كلنا مديرين فنيين، كلنا بنتفرج على الكوره، كل حضرتك ممكن تعمل تغييرات وانا اعمل تغييرات والنجمه تعمل، لكن اكيد هو اللي معاه العصايه، هو اللي اكيد اللي مع الفرقه. لكن طلوع شريف كان يعني شايف غريب. انه كان غريب شويه يعني. وبرضك مكسوني لسه مع برشا على نفسه بشكل جامد جدا، كان عندنا عمار حمدي، عندنا وليد، يعني الاثنين دول يقدروا يعملوا شغل اكتر شويه من مكسوني. برضك يعني مكسوني من اللعيبه اللي ما عبرتش لسه، يعني حاسس ان عنده حاجات كتير لسه ما شفناهاش لسه، لكن بطبيعه الحال مباراه جيده جدا. موضوع ان الاهلي يكسب في الدقيقه ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ان احنا نكسب في اخر دقيقه، واداء الفرقه في شكل عام بعد الجون الثاني هو يعني هدي شويه، لكن برضك ما نغفلش ان كابتن عوده لعب مباراه مفتوحه، ما عملش زي المدربين التانيين قفلوا ولعب مقفول ومستني يتغلب، لا هو لعب واشتغل وعمل مباراه جيده جدا طبعا. وعنده لعيبه كانوا كويسين جدا، رقم 32 امبارح انا مش عارفه اسمه بصراحه، بس هو كان بيلعب برضه بشكل كويس، عبد يحيى المهاجم 32 تقريبا. عبد يحيى مهاجم، هو من افضل لعيبه المباراه عبد يحيى، وديانج في النادي الاهلي كان هايل. لا ديانج ده يعني براند قصه تاني، مباراه ال 100 مع الاهلي كمان يعني لا واداؤه كمان ممتع لما بيبقى فايق ديانج اداؤه ممتع كمان، بتحس بالاستمتاع وهي الكوره معاه، عاوز الكوره تروح له، بصير قطيع، بيشتغل على الجون كويس. لا لعيب كبير ديانج، من اللعيبه المهمه في النادي.